كنت جد سعيدة بمشاركتي في المؤتمر الوطني لحقوق الطفل بصفتي طفلة برلمانية وبصفتي مثلت المغرب في الإقصائيات الدولية لتحدي القراءة العربي. بالفعل برلمان الطفل المغربي هو آلية لترسيخ قيم الحوار والتسامح وقبول الاختلاف، وهو بذلك ساعدني كثيرا خلال تجربتي في تحدي القراءة العربي، وهو يضمن للأطفال التمتع بحقوقهم ومن أبرزها حق التعلم، وهو يتجلى في القراءة والمطالعة التي لطالما أدعو الشباب والأطفال للعكوف عليها. وصولي إلى مراتب إلى هذه المراحل الأخيرة في الإقصائيات الدولية لتحدي القراءة العربي هو شرف كبير لي وفخر كبير، أرجو من خلاله أن أكون قد مثلت بلدي المغرب تمثيلا مشرفا إن شاء الله. تطلب فعلا مجهودات كبيرة وجهودا جبارة، حيث حرصت على قراءة مجموعة من الكتب وإعمال العقل في هضمها هضما عقليا لنقاش بالحجة والتفكير فيما قرأت، والحمد لله بفضل المتعة التي أستشعرها والحلاوة التي أحس بها حين تقليبي لصفحات كتاب تتهاوى كل الصعاب. السلام عليكم، معكم مريم أمين من تحدي القراءة العربي للسنة الماضية 2018. أنا جد سعيدة لتواجدي هنا. بداية أنا هنا لحضور فعاليات المرصد الوطني لحقوق الطفل وللاحتفال بذكرى 30 لحقوق الطفل، والحمد لله أنا جد سعيدة بتواجدي هنا. شرف لي أنني نتواجد هنا، جد سعيدة فخورة أنني تم الدعوة ديالي، وخصوصا كنبغي نشكر المرصد الوطني لحقوق الطفل على الدعوة الكريمة ديالهم، حقيقة وشرف لي. ومن هنا كنبغي نشكر جميع المغاربة اللي كيبغيوني، وزعما كي زعما فيما كيتلاقاوني في الشارع كيبغيو يتصوروا معايا، وهذا شرف ليا بزاف.